فنان محسن منصور معانا في بوابه اخبار اليوم، منورنا النهارده بوابه اخبار اليوم. ربنا يخليك رسام، طيبين. يا اهلا وسهلا بيكم، منوره بيكم. بارك لك النهارده على فيلم القشاش، وعايزين بقى نعرف دورك ايه في الفيلم. فيلم القشاش تأليف محمد سمير مبروك، ده يعني أول حاجة، وفي نفس الوقت إخراج إسماعيل فاروق، وأول لقاء ما بيني وما بينه، وأول لقاء في الشركة إن أنا أتعامل شركة دولار فيلم، أول مرة نلتقي فيها وإن شاء الله مش آخر مرة. سعيد جدا بالتعامل معهم ككرو عمل كبير، وفي نفس الوقت الشخصية معظم اللي موجودين في الفيلم أو كل اللي موجودين في الفيلم أبطال، لأنه كل واحد إن كان بيقدم مشهد أو اتنين فهي كل واحد بطل في المنطقة اللي هو شغال اللي بيقدم. أنا دوري في الفيلم بعمل شخصية بلطجي، الشخصية واحد صاحب مولد، والمفروض أنه هو على علاقة بحورية في المولد دوت وهو بيحبها، وفي نفس الوقت بيجي شخص الظروف بتوقعه أو بتورطه أنه هو يتواجد في نفس المكان، فبيحاول بقدر الإمكان بيحصل ما بينهم لينك كده. ف كصلاح الشايب اللي هي الشخصيه اللي انا بعملها، ما عنديش استعداد انه ياخد مني البنت دي، بتحصل منها مطاردات بقى طول الفيلم. فبيحاول بقدر الامكان الشخصيه اللي هي صلاح ديت انه ما يدلوش فرصه انه عايز يهدم العلاقه اللي ما بينهم ديت، بس فبحاول بقدر الامكان انه يخرج شخصيه البلطجي من فكره الضرب او القتل او السرقه، لانها شخصيه سريه فيها احاسيس ومشاعر. شايف انه ركزت على الجانب ده، واتمنى يا رب ان شاء الله تبقى حاجه كويسه، وانه في مفاجاه كمان في اخره فيلم هتبقى حلوه قوي يعني، كويسه للناس. بان ده اول تعاون يجمعك مع شركه دولار فيلم، عايزين نعرف بقى الجو العام والكواليس، واحلى الكواليس اللي كانت في الفيلم. والله ده احقاقا لله، يعني انه مش فكره انه عشان الانسان بيسجل بس، هو بدا من المنتج الفني احمد بدوي ومجموعه الكرو العمل، سواء المديرين الانتاج او كرو العمل اللي هم خلف الكاميرا. الناس بصراحه بذلت مجهود لانها وفرت لكل الناس انها تقدر انها تشتغل بشكل كويس، وانه كانت في ظروف واجهتنا صعبه جدا. الانتاج زل لهنا لانه فكره الحظر الساعه 12 ديت، وقبليه كان بدري جدا الساعه 7 او 8، فتره كانت صعبه، الا انه الشركه اصرت انها تتصور. وفي نفس الوقت اللي كان تعبنا انها تنازلنا عن اماكن تصوير مهمه في الفيلم ان احنا نشتغل فيها نظرا لظروف الحظر والتصريح والامن، فهم حاولوا بقدر الامكان يلاقوا بدايل مع المخرج، فمجهود يشكروا عليه. وكان في سفر في أسوان وفي اسكندرية وفي حاجات عشان يحققوا ان الفيلم يخرج بره الاماكن اللي هي زي في المدينة، انه يخرج الاماكن اللي بره لحد كبير بتبقى فيها روح ودم وحياة اكتر من الديكورات اللي هي بتبقى في المدينة، الخشب والحاجات دي كلها. بس لا، هم بصراحة تعبوا معانا في دوت. وبعدين انت بتتكلمي في 22 ممثل هنا موجودين، زلونا عقبات بشكل كويس يعني. ان شاء الله يا رب، اتمنى من ربنا ان الفيلم رد فعل الناس كويسه، وان الامور تستقر، وان نسبه المشاهده تبقى عاليه جدا. لانه من رايي، يعني اشتغلت كذا، عملت في السينما بقالي فتره كبيره، من رايي انه الفيلم ده محطه مهمه، وان شاء الله رحله القشاش اللي هي القشاش مش كشخص بس، القشاش هو قطر القشاش اللي هو بيطلع من اسكندريه للقاهره، او من اسكندريه لاسوان، او من اسوان للاسكندريه. الرحله دي بتمر من 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 فوق من بحري يعني لغايه اسوان، بتعرف كل الطوائف اللي موجوده في المجتمع، وبتفجر عندهم كميه احاسيس، سواء السلبيات اللي موجوده فبنعالجها، او الايجابيات فبناكدها من خلال شخصية البطل والبنت اللي بيمروا، وطبعا وراهم العبد لله في الصراع. بس يعني ان شاء الله. طب محسن بيحضر ايه الفترة الجاية؟ في المفروض انه اعتقد ان شاء الله ان كرو العمل ده احتمال هنكمل في حاجه تانية باذن الله، مع لعبه كراسي موسيقيه ممكن يحصل تبادل وحاجات كده في الادوار ان شاء الله، لانه الفريق مستمتع وارتحنا مع بعض. دي حاجه كلمني فيها اسماعيل فاروق. في الفيديو في محتاج يحصل تأني شويه، لانه السنه اللي فاتت عملت حاجه رد فعلها كان كويسه، مزاج الخير والعراف، كان رد فعلهم كويس مع الناس، فمحتاج انه لما الواحد يقرب من الناس لازم يقرب بحذر ويقدم حاجه تبقى تليق بيهم، وما ينفعش يخترق باب الناس ويعمل اي حاجه يعني. مهم قوي. اشكرك معانا يا محسن في بوابه اخبار اليوم. الله يبارك لي في مرسي.